نروح لكابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخب 2003، وكابتن محمود جابر من المدربين او المديرين الفنيين المميزين اللي لهم تاريخ كبير. بنرحب بيك يا كابتن محمود على شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك يا كابتن اسامه، اهلا بيك. طمنا بقى على بدايه منتخب 2003 واول تجمع واول تكوين للمنتخب. بداية طبعا مبسوط ان موجود معاك، وده اول مداخله ليا من ساعه ما توليت مسؤوليه تدريب منتخب 2003. شرف لينا يا كابتن. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. يمكن انا ما كنتش عايز اعمل مداخلات الا لما ابدا شغل، عشان ابص شويه على الاولاد اللي احنا اخترناهم في الاختيارات الاولانيه. احنا بدانا الحمد لله، يمكن اخترنا تقريبا في حدود 72 لعيب بالضبط من دوري الجمهوريه. كويس. ده الاختيار الاولاني يعني، وعلى اساس احنا كنا هنشوف هنصفيهم خلال المباريات بتاعه دوري الجمهوريه، ولكن طبعا تاجيل الدوري ده ادانا فرصه كويسه او ان احنا نشوفهم عن قرب عن طريق التجمعات وكده. فعملنا تجمعات مفتوحه الحمد لله، جبنا مجموعه 30 لعيب في الثلاث ايام الاولانيين، والحمد لله يمكن كان في خامات طيبه ظهرت في اول ثلاث ايام. النهارده كان المجموعه الثانيه، بدايه المجموعه الثانيه كان النهارده الحمد لله برضو في بعض العناصر الجيده. بس هو كان في حاجه مهمه جدا يمكن انا كنت حابب اقولها، ان الاختيارات دي فقط حاليا من لاعبي دوري الجمهوريه. تمام. يعني لسه في تاني ان شاء الله، يمكن انا بروح انت عارف. حضرتك تابعت الفتره اللي فاتت كابتن محمود الدوري قبل التوقف؟ طبعا. احنا من اول ما بلغنا بالمسؤوليه وبدانا على طول نشاهد مباريات دوري الجمهوريه، يعني من اول يناير بالظبط انا بدات اشوف المباريات. شفت مباريات كتيره، يمكن في فرق شفت لها خمس مباريات، في فرق شفت لها اربع مباريات. وكذلك برضو الجهاز اللي معايا، يمكن كنا موزعين المباريات على الجهاز الفني. كويس. الحاجه اللي عايز بس اطمن بيها باقي الانديه، باقي انديه مصر الغير مشاركه في دوري الجمهوريه، ان انا هتفرج على كل الناس. كان من المفترض ان احنا هنعمل دوري للمناطق خلال الفتره دي، ولكن طبعا ظروف الكورونا وكده اللي هي اجلت المباريات بتاعت الناشئين. ممكن انما مستقبلا ان شاء الله خلال مثلا اول ما ترجع تاني، اول ما النشاط يرجع تاني، هعمل دوري للمناطق وهنتفرج على الناس دي. وعموما يعني احنا بعتنا خطيبنا المناطق. كويس. على اساس كل مدير فني لكل منطقه يبعت لنا اسامي الناس المميزه المميزين كان بيشاهدها من خلال الدوريات اللي هي غير دوري الجمهوريه. دي بس نقطه مهمه جدا كنت حابب اطمن بيها. كويس. الانديه اللي هي مش مشاركه في دوري الجمهوريه، وده شيء جيد جدا ان حضرتك بتفتح المساحه لكل مواليد 2003 في جمهوريه مصر العربيه. ممكن الكابتن محمود جابر يكلم لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لعودة مسابقة 2003 خاصة بعد توقف النشاط، وبيقول انه هيستكمل في 1/4 وغالبا يعني الدوري بدل هيستكمل في 1/4 هيتوقف. ممكن الكابتن محمود يعني يطالب بعودة الدوري مرة أخرى؟ والله بص، النقطة دي طبعا دي حاجات طبعا تبقى خارجة عن إرادة الجميع، يعني تمام. دي الحاجات دي أعتقد تبقى فيها أمور طبعا صحيه، خايفين على صحه اللعيبه. انت عارف موضوع انتشار الكورونا دلوقتي. يعني احنا بالنسبه للعيبه اللي احنا بنختارهم، كل اللعيبه اللي احنا بنختارهم لازم قبل ما بيدخلوا او قبل ما بيجوا التجمع، لان هو معسكر مفتوح، لازم يتعمل لهم مسح. فتخيل طبعا كل لعيب الناشئين دلوقتي في الوقت المسابقات كان بيلعبوا بدون مسح، كان ممكن يحصل انتشار برضو للفيروس كويس كورونا وكده. عملتوا المساحات الطبيه يا كابتن قبل دخول المعسكر يا كابتن محمود، صح؟ كل اللعيبه. طبعا طبعا. كويس. اول مباراه رسميه ان شاء الله ممكن تكون بعد قد ايه للمنتخب 2003 او جيل 2003؟ لا بالظبط، حاجه رسمي لسه ما جاتش.
لسه يعني ممكن في حدود سنتين صح كده؟ فندم ممكن بعد سنتين ممكن تكون اول مباراه رسميه للجيل 2003. لا 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 ده هو كاس العالم بعد سنتين. بعد سنتين كاس العالم بعد سنتين، كاس العالم في 23 ممكن يكون في شهر 6 ممكن يكون في شهر 3 يعني على حسب الكالندر بتاعت الدوليه. دي حاجه. قبل كاس العالم هيبقى فيه طبعا تصفيات وكاس الامم، تصفيات شمال افريقيا على حسب هل زي منتخب 2001 لما عملوا شمال افريقيا لوحدها شرق افريقيا لوحدها، ولا هيعملوا تصفيات على مستوى افريقيا كلها. كل ده هيبان، ولكن اذا عملوا تصفيات لشمال افريقيا فبرضه في خبر كويس قوي قوي بالنسبه لمصر ان احنا طلبنا تنظيم هذه التصفيات. تمام كابتن محمود، بنتمنى لك ان شاء الله التوفيق، وحضرتك قادر انك تعمل جيل للكره المصريه من خلال فريق 2003، وحضرتك ما شاء الله ليك خبرات كبيره ومدير فني كبير، بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن محمود. يعني في نهايه مكالمتنا بنشكر الكابتن محمود جابر، ما شاء الله يعني زي ما بقول لحضراتكم تاريخ كبير، مدير فني كبير، ليه بصمات كبيره، ويقدر زي ما بقول لحضراتكم انه يعمل جيل للكره المصريه من خلال فريق 2003. وبرده عايز اقول لحضراتكم الجهاز الفني لمنتخب 2003، كابتن محمود جابر مدير فني، كابتن كرم مرسي مدرب عام، حمدي حمدان مدرب مساعد، والكابتن ايهاب جلال مدرب حراس المرمى. ده كان بالنسبه لمنتخبي 2003 و2006.